نحتاج إلى كاسترد أكيد، لا كوبين ونصف كوب الحليب السائل، 6 صفار بيض، نصف كوب سكر ورشة ملح، ملعقتين كبار نشا، كوب شوكولاتة دهن، باكيتين بسكوت محلى، وكوبين حليب توت وفراولة للتزيين. تمام اتفقنا. هلا بس نعمل الكسترد على السريع، عملناه نحن كثير قبل. هلا الكسترد بنحط الحليب على النار وبناخذ من الحليب شوي للنشا عشان لما النشا ننزله ما يغربل. اذا غربل معكم معلش نزلوه بمصفاي ما بيأثر، بضله ممتاز. هلا بدي ادوب النشا بالحليب اللي اخذته من حليباتنا اللي يعني بدك تقولوا دافين مش سخنين، وبعدين نتركه شوي على جنب. ندير بالنا لما نحط البيض ما يكونش الحليب كثير سخن، لانه بعدين بنطبخ البيض ما بنطبخش معه، بصفي منفصل عنه. هلا بنحط السكر ورشه الملح، رشه الملح سمير عشان تعادل البيض بس ما بنكتر. بندوب السكر بالحليب حتى يدوب تماما، بنضل نحرك. هلا دوبنا السكر بنحط البيض وكمان ننزله بس بهدوء عشان احنا بدناش يكون اهم شيء، انا مش ضاوي النار. هلا صفار بيض طبعا، صفار بيض، حطينا الملح وهلا بنحطه معه. وهلا لما نحط النشا ما بنقدرش نترك النار ولا دقيقه، ياخذ هذول لهناك لو سمحت اذا بدي اغلبك. هلا بس نحط النشا ما بنقدرش نترك النار ولا لحظه، بس نتاكد انه البيض انسجم وتجانس مع الخليط. تمام، وهلا بنحط النشا وبصير عندنا الكسترد. رح اضلني احرك ليصير عندي كسترد. سمير بدي اقسم الكسترد. هلا انا ما عندي كسترد جايبته من البيت، بدي اقسمه نصين، نصه اخليه فانيلا ونصه اعمله بشوكولاته الدهن. تمام، اذا حاسينه كثير مثلا جامد بقدروا يزيدوا له شويه حليب. هلا الكسترد اللي عملناه انا وياك هيو جاهز كمان بدنا نستعمله اليوم. هلا رح نحط شوكولاته الدهن ونكتر يعني عشان تصير عندنا شوكليت. إذا ظل عندك توالي بهالصحن عادي يعني بنضايق. باكل ما عندي مشكلة، ما بنضايق من التوالي بالصحن. هلا بنحركهم منيح عشان يختلطوا مع بعض ويصير عندي كسترد شوكليت. بنغطس البسكوت بالحليب. لا خلي أنا بدي إياه، إذا بدك قيم بس تكي عشان الصوت هيك منيح. عادي يعني مبقبق مبقبق وما بدي إياه يصير. تمام، هلا بنحط الحليب بنحط كل بسكوت مش اللي بيذوب بسرعه صح؟ ايوه هذا بسكوت شاي بسموه، بسكوت حلو. بنحطه بالحليب بنغطسه بنبلش نعمل طبقه يعني طبقه شوكليت لا يغلط الواحد، وطبقه فانيلا. هلا بنبلش نحط الكاسترد. هلا راح افتحها. يا سلام يا سلام، وين خطاط؟ هاي الخطاط بجاي، الخطاط بالخطاط راح يذوب بالطبق. نسرين اكيد راح تسوي لنا شيء حلو اليوم. تمام.